أبي، هناك أمر طارئ. ماريا، هل أنت بخير؟ بخير، ولكنني قلقة بشأنكم. خيرا، ما الأمر؟ قولي. البارسلان يخطط للدخول إلى فاسبوركان. سمعت حديثه مع رجاله، يقول إنه وجد ممرا قديما للقلعة، حتى أنت لا تعرفه، سيدخل من هناك. الباقوت. نعم سيدي. خذوا وحدة مقاتلين وأغلق كل الممرات والثغرات والجحور، أغلق كل شيء قد يشكل تهديدا لأمن القلعة. الأرسلان ينوي أن يتسلل إليها. تحت أمرك يا سيدي. توقف. خذ دويجان أيضا، وجوده معك سيفيدك لا شك. سيدي، وجوده بجانبه سيكون أفضل تحسباً لأي هجوم. أحسنت. لا تذهبي إلى أي مكان حتى تطمئن قلوبنا. لا تخاطري رجاءً. هيا يا رجال، بوركت سواعدكم. ما أخبار مقاتلينا يا سيدي؟ إنهم يحفرون البئر الذي سيقع فيه كيكاومينوس. جيد. أجل. هيا انتشروا حول القلعة وأغلقوا كل ثغرة فيها. أنتم اذهبوا من هنا، وأنتم من هنا، وأنتم معي. أين هؤلاء الكفار؟ إلى متى سننتظر؟ ابحثوا جيداً وفي كل مكان. أفار، هيا. اقبضوا عليهم، هيا. Oh!
أعطني الخريطة. أريد منك أن تأخذ منا شيئاً وتوصله إلى الحاكم. اجرحني. قل لنا من أنت؟ هل تعرف سيدنا؟ يجب أن أذهب.